موضوع آخر، موضوع الابتكار والإبداع. رح ندخل لموضوع الهندسة. مبدعين كثر في هذا العالم نفذوا تصاميم رسموها في خيالهم وحولوها إلى تحف فنية تزين أرجاء منازلنا. في هذا الموضوع رح نستضيف المصمم المميز لؤي حداد. أهلا وسهلا، كيفك لؤي؟ سبا؟ كله تمام؟ خبرني شوي عن عالم الابتكار والأفكار اللي بتنبض، وقديش أحيانا الواحد يكون عنده صعوبة في تنفيذ كل شيء برأسه. هلا العالم الابتكار واسع كثير، يعني ما فيك تقول في نهار رح نوقف، كل يوم نبتكر، وبالنهايه نحن نبتكر حسب الحاجه تبع كل انسان وحسب حاجه المجتمع. في ايام تبتكر اشياء بمناطق ما بتفيد، بمناطق غير وببلدان غير. فهلا الفكره الصعوبه بتنم انه قديش عندك مهنيه قد ايه قويه بالبلد اللي انت عم تنفذ فيه، وقديش فيهم ينفذوا لك افكارك. وايام كثير فيك ترسم رسمه او تطلع فكره براسك ما بتتنفذ بالشيء الموجود متاح بين ايديك هلا، اذا كان بالبلد او بالعالم كله. يعني كل فتره عم يكتشف الانسان على الارض نوع حديد جديد، نوع رابر جديد. كل هالاشياء هيدي بتتيح للمبتكرين او للي رح ينفذوا اشياء فرنتشر ان كانت او ابداعات، رح تفتح لنا مجالات جديده طبعا. ديفينتلي. لو اي قديش بنعرف انه انت واحد مبدع، والمبدع دائما ابداعه لا يقدر بالثمن، يعني صعب انه الواحد يحط تاج على عمله. والزمن اللي احنا فيه للاسف هو زمن الاستهلاك وزمن الاشياء الرخيصه وبراكتيكال. قديش تعمل بالانس البزنس سايد والكوتي الابداعي؟ يعني ما عاد الار منه بزنس، يعني بالعاده اللي بيشتغل بالار مش رح يكون من بحياته بزنس، لانه اذا فكر بزنس بيفشل. فبدك تشتغل الشغله من قلبك، تعطيها من قلبك وتروح للاكستريم، يعني تقول انا بدي شيء مش بيرفكت بس اقرب شيء للبرفكشن. اوكي، هلا اكيد بالبزنس ولا نهار رح يكون اللي عم يشتغل ار اذا كان منطلق بعده انطلاقته جديده، ولا نهار رح يكون عم يربح، رح يكون عم يخسر تيقول للعالم اي اكزيست، انا موجود بالحياه، تعمل اكسبوجر. بعدين بتعرف هلا صار في عندك فنانين بعد ما فلوا من الحياه صار حق اغراضهم ملايين. سو يمكن ما قدر نرد مصرياتنا اليوم نحن على الارض اليوم، يعني اكيد هلا هوف اللي نردهم. لا، لازم تشوف ثمار عملك وانت عايش. ما بدنا الواحد اللي توج لما يتوجه وهو راح مش ضروري. خلينا نحكي شوي عن توجهك انت في التصميم. شو ستيلك بالضبط لؤي؟ اول شيء ستيل الترا مودرن. الترا مودرن يعني كل شيء مودرن وبلس. مودرن وبلس يعني فيوتوريست شوي، وبذات الوقت الشيبس اللي بنعرفها، يعني الاشكال اللي بنعرفها بالطبيعه عاملينها شوي اكستند، اخذناها شوي ابعد. هلا الستيل بالنهايه ما عاد فيك تحكي بستيل بهالعصر اللي عندنا اياه. هلا بتلاقي ايام طاوله كثير قديمه حاطينها ببيت كثير جديد، صار في خلط كثير بهالستايلز. بس انا وقت اشتغل بنبش دائما على بنطلق من فكره قد ما فيها تكون منا موجوده او منا مبتذله او مستعمله كثير. الافكار اللي منا موجوده هي بحد ذاتها اختراع وابتكار، يعني وقت تنطلق لتوصل لمحل تكون مزبوط تستعمل بطريقه مفعوله منيح من المجتمع، عم يقدر يستعملها الفانكشناليتيز تبعها، العالم عم تقدر تستعملها، عم تستفيد منها، هون بتنجح. يعني ايام كثير بتعمل شيء كثير حلو بتشتري حقه مصاري كثير، بتحطه بالزاويه وما حدا بيشوف، بيصوروه صح، ما فيك تستعمله، بيعملوا كراسي كثير حلوه او طاوله كثير حلوه ما فيك تستعملها، بتقعد عليها خمس ثواني بتوجع بس كثير حلوه الكرسي. لا، بنجرب ننبش قد ما فينا على برودوي يكون كثير حلو، مش شايفته العين تبعنا قبل. عندك شيء اسمه ميموار فيزيوال عند كل انسان، ذاكره اللي موجوده بالعين تبع كل انسان، بنجرب نظهر منها شوي، نفرجيه شيء منه كثير معود عليه شايفه، وبذات الوقت استعماله معود عليه، يعني كرسي شكلها مش شايفها قبل او استعمالها غريب، عرفت؟ هالاشياء بتخليك اول شيء تنجح لانه الشعب دائما بس يشوف شيء منه شايفه هيدا بده يتفاجئ، صح، انه بده يتفاجئ اذا كان منيح ولا مش منيح، بده يتفاجئ، طالما تفاجئ اعطاك الاهتمام. بس البلوس الاكثر تقدر تبيع، بدك تبيع تقول في طلب على الموضوع، هيدا صعب لانه بدك تخلقه بده وقت، يعني بده وقت، وكل ما تشتري انت قطعه بدك تقول لاصحابك وهكذا دواليك هيك. طيب موديول، يمكن هيدي فكره جديده للخشب. موديلر ديزاين. اوكي، موديلر ديزاين، بدك اخبرك شوي عن البرودكت. اكيد. اوكي، البرودكت اسمه ترابيز. ترابيز خلقت الفكره، بتعرف هلا صاروا البيوت عم يصغروا، يعني كان قبل نجيب بيت فيه دار وبحيره من زمان، رجع تطور وصل لهلا لمحل بيقولوا ميني استوديو،
اشتريت بيت بس هو ميني استوديو. هلا الميني استوديو هو البيت البحيره يعني. فنانين يختي مبدعين عندهم افكار كثير و... اوكي فوصلنا لمحل بتلاقي بالمناطق المكتظه او بكل شيء اسمه مدن صاروا البيوت عم يصغروا اكثر واكثر وصارت السبيس حقها مصاري، المتر المربع بارضه حقه كثير مصاري. سو بدك تستعمل تفرش هالبيت، طيب كيف بدك تفرش بيت كثير صغير اذا اتخذ لحاله بسكر لك اوضه كامله؟ صح. سو انطلقنا من فكره نقدر نعمل قطعه وحده شكل معين، نبشنا على شكل معين لنقدر نفرش بيت كامل من هالقطعه، كل ما نزيد عليها قطع زياده بيصير في عندنا فانكشناليتي زياده اللي هي ان كان كرسي او طاوله او تخت او بار او بيبليوتيك، كل شيء منعوزه بالبيت از فرنتشر من قطعه وحده على الابلكيشن مودلر ديزاين. هلا الحلو بهالقطعه انه تركب وين ما كان، كيف ما كيف ما وقفتها بتوقف، كيف ما ركبتها بتركب، وكيف ما حطيتها بيطلع لك فانكشناليتي جديده تستعملها. حلو. شو اللي عم نشوفه هيدا غير شيء؟ مزبوط. هيدا اللي عم نشوفه هو الترابيز. دكا. هيدا مركب هيك بطريقة هون بيبليوتيك معمولة 3D لاحظ فايتين ببعض. فيك بس إذا أجل عندك عالم بدك تستعملها كطاولة بتشيلها بتحطها على الأرض صار الطاولة بتعمل تحطها كرسي وبتركبهم على بعض. بيطلعوا فانكشناليتي زيادة بالبيت. هيدي أكيد مش الإضاءة تبعي صح ولا هي هيك؟ حبيتكم انتو لافلي لافت ياس مخرج يا عمي ابداع بس لو اي مبدع ايه دونك بتحس بانه في الوقت اللي احنا فيه انه لازم يادابت الكرياتيفيتي تبعك مع الوضع اللي احنا عايشينه الاقتصادي مثل عم بتقول البيوت صارت اصغر الحياه طبعًا. صارت يمكن طبعا جيبي صارت كمان ضيقه يعني احنا ديجا بالكاريير اللي عملتها اشتغلت كثير على ديزاينات ما نفذتها ما نفذتها لسبب واحد انه اذا نفذتها بدي احطها بجاليري طب انه بدك تيجي العالم تزقف لك اخر النهار ما عدنا بوضع العالم تيجي تزقف يعني صرنا بوضع الشعب صار ديجا تعبان بده شيء يحطه ببيته ينبسط فيه شيء افوردبل اذا اشتري يحبه يعني الحلو بترابيز يعني ينبسطوا فيه زبونات بتركب تركيبه بالبيت بتعمل سيت تركب 5 ترابيز 10 ترابيز تشتريهم بتركبهم بمودلر ديزاين معين بيخلص الديزاين شهر بعد شهر شهرين عندك كريسماس عندك هوليدي سيزن او شيء بدك تغير ديكور البيت بدك تحط شجره ميلاد بدك تحط سوف هل قطع حلو فيهم فيك تشيلهم تركبهم بغير طريقه فروم 1 تربح سبيس او تعبي سبيس فروم 2 تربح فانكشناليتيز بذات الوقت بعدك عندك زيت القطع بس صح. غيرت الديزاين تبعهم غيرت الادابتيشن كيف حطهم بالبيت هالشيء بيسمح لكل مره بالبيت او كل انسان عنده بالبيت يفتح كرياتيفيتي تبعه يعني طالما هو كرياتيف رح يقدر يعمل يستفيد اكثر من السبيس بس بقطعه يعني طيب بقولوا شكلها كثير سخيف وبنعرفه كلنا بس معموله بدايمنشنز تقدر تركب كل شيء بده اياه ديفينتلي عم اشوف بوكسز هدول اسمهم كونتينر كونتينر اوكي حاويات كونتينر فكرتهم طلعت من عندنا بتعرف الجالون تبع ووتر كولر جالون المي في وعندك برات فوقه في جالون ازرق انا هذا الجالون الازرق صادفت انه انتبهت في نهار وهيك وعيت انتبهت انه كل ما فوت على محل بشوفه طب انه كثير بشع هلا يمكن اللي عامله خي كثر خيره بس انه زهقنا منه عرفت؟ عن جد صح سو جربت اشتغل على كاش وشيل قدر خبي هالجالون بذات الوقت يكون كريتيف يعني يكون هذا الثيم اللي عم نشوفه هون ثيم شوكليت في عندنا اذر ثيمز يعني بتصير انت عم بتحط مي مسقعه او مسخنه بالنسبه للعالم الثاني اللي عم بتشوف بفكرك عم تحط شوكليت اذا كانت براندد ماركه معينه بالشوكولا في عندك غير براند كمان الكهولز وهالاخبار كلها و استعملنا قصدو معي قصدو معي قصدو معي نيتكم عاطلة قصدو معي اوكي في الكونسبت بقى اللي اشتغلنا عليه هو انه اكتشفنا انه في عندك حديد فيك تطبع عليه فيك تطبع دايركتلي على الحديد يعني يكون الحديد هو السبور مش الورق اوكي سو طبعنا على الحديد وبعدين بتضاين مزبوط بتضاين بنرش عليها نحن ماتير لما تصدي ولكر لحتى تلمع مزبوط وكاستمايزد يعني بيجي لعندك انا اجي عندي زبونات هلا هوليدي سيزونز عم يحطوا صور عائلتهم او صورهم او هديه لهدول لحدا او بالنهايه عم نروح على شركه كوربوريت بيعملوا بيطبعوا اللوجو تبعهم على الكونتينر وبيحطوها الحلو فيها بعد اكثر من هيك الاستفاده الاكبر لانه ما بقى بدك تستعملها فوق الجالون او راحت ايام الجالون مثل ما بيقولوا فيك تشيلها تستعملها طاوله او ستول بوف تقعد عليها او تبرها بتصير زباله سو استعمال تبعها كمان متعدد وحلوه بالاسباس ات بوبس لانه في عليها ديزاين منا شكل هي في عليها ديزاين ديجا مطبوع عليها رح يلفت نظر غير شكلها كثير حلو حبيت لؤي كيف الواحد يطور حاله بمجالكم؟ كثير صعب كثير صعب رح اقول لك ليش كثير صعب هو كثير هين انه صرنا منفتحين هلا بتفتح اونلاين بتقول شو بدي اعمل؟ كرسي شو في احلى كرسي بالعالم؟ بتصير تستوحي بس صعب انه عجبتك كرسي معينه او استوحيت من كرسي لتعمل طاوله او
شو ما عملت توصل لمرحله عندك ديزاين معين تنفذه. هالديزاين صعب يتنفذ باللي بالطريقه اللي انت شايفها از كواليتي، وبالنهايه صعب يتنفذ بالسعر اللي انت بدك اياه. بالنهايه عم يوصل لك اشياء بضاعه من برا من برات البلد عم توصل باسعار المستهلك كثير واطيه، واذا بده ينفذها حيالله شركه بتنفذها او معمل بلبنان بتكلفك اغلى. ديفينتلي. فهل هالشغله ما عم بتساعد الديزاينر يقدر يعمل شيء ابتكار يقول يا جماعه رح دافعكم حقه هيك لانه فيه فكره؟ ما عاد فيك تقول لهم في فكره، ما كل يوم في فكره. صح. وكل الافكار صارت مثل بعضها، بس قوتك تقدر تعمل شيء دائما يكون بيرسونلايزد، يعني كل الشغل اللي نشتغله نحن بنقول لزبون فيك تنقي اللون اللي بدك اياه، الديزاين اللي بدك اياه، الشيب اللي بدك اياه، الايزات اللي بدك اياها. اول شيء عم نفيده انه نحن عم نفسر له ونبرهن له نحن عم نشتغل على الارض عندنا، ما عم نجيب شيء مستورد من برا. ثاني شيء وقت يكون شيء بيرسونال للزبون بتصير قيمته اعلى، بتكون قيمته حديده على لون، بصير بعدين صوره حدا بحبه عليه او صورته عليه، بصير قيمته ما بيعود هو، بصير هو ينتبه عليه ولا وبدي خاف وبدي هيك. حبيت. طيب حكيت بانه الافكار كثيره بافكار متعدده وحطها على الانترنت ويطلع لك 60,000 فكره، كيف بتحافظوا على حقوق افكاركم؟ لانه يعني شايفين بان الكوبينج صار هوايه للبعض. هلا رح خبرك خبريه، يعني بعد ما عملنا ريسيرش وحضرنا الشركة الكبيره شو عم بيصير فيها، مثل عم بيصير صراعات بتخوف على شيء اسمه الحقوق الحصريه لابتكار، مش ضروري لفكره، لابتكار معين. ما عاد فيك هلا، يعني خلصنا من الايام اللي كان فيها مثل بيقولوا حيا او استحى او خلص، صار الواحد هلا بده ياكل، لو بده يسرق خيه بده يسرق بيه بده ياكل. هذه المشكلة عم نواجهها كثير، ما عم بنبرر السرقة، ما عم بنبرر، بس عم نقول الواقع شو فيه بالحياة. الحل اللي فيه الواحد يروح عليه اللي هو انه دائما يجدد، انه يعمل فكرة اول شيء صعب تنفيذها، صعب تقليدها، وبذات الوقت يكون في عنده شيء لمسة موجودة عنده صعب ينقلها غيره، ان كانت بالكواليتي او ان كانت بالديزاين الموجود على الايتيمز، او ان كانت بالديزاين بحد ذاته يكون صعب ينقل، يعني صعب تنقله، بس هذا الشيء بيجبرك او شيء تغلي بسعرك لانه دجا غلي البرودكشن تبعك يعني. طيب انا حاسس انه لازم نعمل قعده ثانيه مع لؤي لانه ما بكفينا فيو مينتس انترفيو. لؤي ثانك يو سو ماتش، عن جد شرفتنا بوجودك وفنان مبدع، سو وي ويل دو انذر جلسه بنحكي فيها على اشياء ثانيه. بنتمنى لك كل التوفيق، اول ذا بيست، اند سي يو سون. راح نروح على اول محطه، هي اول محطه ولا ثاني محطه؟ اول محطه، اول محطه انترنت.